سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فاطمة زهرة مولات البنكة، قناة ديالي خاصة بأي حاجة عندها علاقة بالأبناك، سواء البطاقات، العروض وكذلك الاقتطاعات. أي واحد عنده سؤال أو استفسار يقدر يخلي لي كومنتار لتحت، غنجاوبو يا إما في كومنتار ولا في فيديو خاص. نساوش ديرو جيم تابونيو باش يوصلكم الجديد. في الفيديو ديال اليوم وتحت طلب ديال بزاف ديال الناس منكم اللي خلاو لي دي كومنتار كيسولوني على هذا العرض، اليوم غنهضروا على حساب لهنا ديال بريد بنك. غنهضروا على المميزات وكذلك الاقتطاعات اللي فيه، بقاو معايا. نبداو اول حاجه بالمميزات ديال هذا الحساب اللي سميتو حساب لهنا. نهضروا على الفئه اللي كتستافد من هذا العرض. الفئه كاينين بزاف الفئات، من اهمهم هما الاجراء يعني لي سالاري اللي خدامين في القطاع الخاص، الموظفين اللي خدامين في القطاع العام، افراد القوات المسلحه الملكيه، المتقاعدين، التجار، وتا الناس اللي عندهم مهن حره. في هذا العرض كتكونوا معفيين من رسوم صيانه الحساب، اللي هما الاقتطاعات اللي كيقطعوا لكم يا اما من شهر لشهر اولا من 3 اشهر ل 3 اشهر. بالنسبه للبطاقه البنكيه فكتكون عندكم بطاقه فيزا كلاسيك اللي هي بطاقه دوليه. بطاقه فيها بزاف ديال الاستعمالات. اول استعمال تقدروا انكم تسحبوا بها من اي شباك الكتروني ديال بريد بنك. السحب اليومي كيكون فيها 10000 درهم. تقدروا كذلك تسحبوا بها من اي شباك الكتروني ديال بنك اخر في المغرب، وكيقطعوا لكم 6 دراهم على كل روتري. تقدروا ايضا انكم تسحبوا بالخارج دول اخرى. عندكم الحق في 100000 درهم كيما محدد مكتب الصرف. باش تفعلوا هذه الخدمه فضروري توجهوا الوكاله ديالكم، ما تقدروش تفعلوها لم تطبيق لا تعيطوا سونتر دابير، يعني ضروري توجهوا الوكاله باش تفعلوا الخاصيه. بامكانكم تشريو بها في المواقع المغربيه وكذلك الاجنبيه. بالنسبه للاجنبيه كذلك ضروري ما تفعلوا خاصيه الاوكوم، هي خاصيه الشراء عبر الانترنت. كتستافدوا ايضا من خدمه الرسائل القصيره اس ام اس، بحيث كيوصلوكم 5 ديال الاشعارات كل شهر. مثلا الى فيرسيتو صيفط لكم شي واحد شي فلوس اولا خرجتو فلوس. نهضروا دابا على التطبيق اللي سميتو بريد بنك موبيل. هاد التطبيق اللي فيه بزاف ديال الخاصيات، وقبل ضروري باش تفعلوه ما تقدروش تفعلوه بوحدكم ولا غير برقم الحساب، فضروري توجهوا للبكاله وكيعطيوكم واحد الرقم ديال العقده. هذاك الرقم هو اللي تقدروا تفعلوا به التطبيق ديالكم. بالنسبه للخدمات اللي فيه فيمكن لكم تطلعوا على الرصيد ديالكم، ديروا تحويلات بنكيه يا اما حساب في البريد بنك اولا حساب في بنك اخر. تقدروا تعبئوا الهاتف ديالكم، تعبئوا جواز، تخلصوا الفواتير ديالكم وبزاف ديال العمليات. تقدروا تطلبوا دفتر شيكات، تشوفوا رقم الحساب ديالكم، تعاودوا تطلبوا الكود بين ديال البطاقه البنكيه. تقدروا كذلك تحولوا الوكاله من التطبيق ديالكم لوكاله اخرى، وبزاف ديال الخدمات اخرى. بالنسبة للثمن ديال هذا العرض هو 220 درهم اللي كتقطع سنويا، وكاين بعض الناس اللي بلاص ما كيقطعوها لهم سنويا كيقطعوها لهم 3 شهور 3 شهور، كتقطع لهم 56.25 كل 3 شهور. الا حسبناها كتطلع لنا 225 درهم. بالنسبة لهاد التعريفة تقدر تغير الا كانوا عندكم خدمات اضافية، اللي هي اغلبية كتكون مثلا الا عندكم شي تأمين ولا عندكم لافون سور سالير. بالنسبه لخدمه التسبيق على الاجره اللي هي كما قلت لكم لافون سور سالير، فهاد الخدمه ما كتكونش مزيانيه، كيقطعوا لكم عليها شي حاجه، وبعض المرات كيفرضوا عليكم انه ضروري ديروا واحد التامين. بالنسبه لهاد التسبيق ماشي اي واحد يقدر يستفد منه، فقط الناس الاجراء، الموظفين اللي خدامين مع القوات المسلحه الملكيه، يعني التجار واصحاب المهن الحره ما يقدروش يستافدوا منه، والمتقاعدين يقدروا يستافدوا من هذه الخدمه. قلت ان 5 الاشعارات ما كانتش كافيه بالنسبه لكم، فتقدروا تزيدوا خاصيه اضافه الرسائل، وكل رساله غيقطعوا لكم عليها درهم. انا سبق لي وكنت شرحت هذا العرض، ولكن بزاف من تفرجوا في الفيديو قالوا ان الثمن ماشي هو هذاك اللي دايره، ملي توجهوا الوكاله لقاو الثمن مختلف. هذا لان الفيديو كان قديم، كان درته في 2022، داكشي علاش عاودت درت هذا الفيديو في 2024 باش نقول لكم الثمن الحالي، باش الناس ان شاء الله اللي غيشوفوا هذا الفيديو دابا عام ولا عامين في
في حالة إلى لقاو أن الثمن ماشي هو هذا، كيعرفوا أن البريد بنك زاد الثمن ديال العرض عاوتاني. هكا الفيديو ديالنا يكون سلام، نتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنساوش إلى عجبكم الفيديو ديروا جيم تبارطاجيو مع أصحابكم. السلام عليكم.